الانستراكشن، فهنتفرج على محاضرة ليا أنا، هي ريكوردد سبيتش بس معظمها فيديوهات عن المشروعات العملاقة. فهنا بقى بدل ما كل مرة بدل ما كل مرة في المرات اللي فاتت دي باستثناء المحاضرات بتاعتي بتسمعوا جيست سبيكر، لا انا المتحدث المرة دي بس مش هتحدث كتير. انا هفرجكم مجموعة من الفيديو كليبس معظمها جاية from governmental sources بتتكلم على المشروعات العملاقة. وبعدين بعد ما نخلص المحاضرة في محاضرة تانية أصغر منها شوية اسمها Colors of Gold in Egypt، ودي برضو my own compilation بتمشي في نفس السكة اللي احنا ماشيين فيها اللي هي المشروعات العملاقة. فهنشوف دلوقتي الفيديو اهو. سامعين يا شباب؟ كلمة الجمهورية الجديدة ملهاش دعوة أنا بس بالمباني والجدران قد ما هي ليها دعوة بتنمية البشر والإنسان زي ما هنشوف مع بعض. عشان كده الرئيس أطلق العديد من المبادرات في مجالات الصحة والبيئة والإسكان والمدن الجديدة والمياه والطاقة والزراعة والري والصناعة والمواني والطرق والمواصلات وتطوير العشوائيات والثقافة. والحقيقة أنا ذكرتهم كلهم لأن كل واحدة من المجالات دي في أمثلة للمشروعات فيها. والمحاضرة أنا مسميها رحلة ممتعة لأن هي ما فيهاش كلام كتير، هي كل مشروع بنتكلم من خلال الصور والخرائط والفيديو عشان نتعرف على بعض المبادرات والمشروعات، مش كلهم، جزء منهم. الموضوعات اللي هنتكلم فيها هنبتدي بمبادرة حياة كريمة، وبعدين نروح على الصحة، وبعدين المدن الجديدة، وبعدين المدن الصناعية، تطوير العشوائيات، مشروعات الزراعة والري، مشروعات الطاقة، مشروعات المياه والصرف الصحي، مشروعات الطرق والمواصلات، مشروعات المواني، وهننتهي بمشروعات الثقافة. في كل تصنيف من التصنيفات دول، دي اختياراتي الشخصية، أنا مختار بعض المشروعات. في معظم الأوقات المشروعات المكتوبة كلها covered، وفي أمثلة بسيطة جدا بنختار مشروع واحد نظرا لتشابه المشروعات. مبادرة حياة كريمة هي السلايد دي بتبين خريطة عمل حياة كريمة في محافظات مصر، بتبين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كل محافظة وكم مشروع. بنلاحظ هنا إن المرحلة الأولى فيها 143 تجمع ريفي، بس في المرحلة الثانية بيبقى 1443، يعني حوالي 10 مرات عدد التجمعات الريفية. وده ممكن كمان نلاقيه ريفلكتد في البادجت، يعني هنا اهو 1.8 من 10 مليون نضربها في 10 يطلع 18 مليون مستفيد. بعد كده دي صورة بتبين حاجتين بس من حياة كريمة، حاجة ليها دعوة بالسكن وحاجة ليها دعوة بالصحة، ودي مبادرة حياة كريمة حملت أولادنا في عينينا وباين من اسمها الغرض منها. بعد كده هنشوف الفيديو بتاع حياة كريمة. هو الحقيقة هنسمع صوت الممثل أحمد فؤاد سليم ويدينا أمثلة من معاناة أهلنا في الريف. هي حقه في حياة كريمة. بنسابق الزمن وبنبني وطن جديد قادر يرد الاعتبار لأصحاب الحقوق، للفئات الأولى بالرعاية، للناس اللي شالت على كتافها حمول الصبر وعاشت في الضلمة بس ما فقدتش الأمل في طلوع الفجر. ساعة ما الدنيا بتمطر المية بتنزل من فوق علينا على طول كده، والصرف الصحي بيطفح علينا. أنا
عاوزين مدرسه وعاوزين وحده لعيالنا وعاوزين بيت هنقعد فيه وعايزين نعيش عيشه كريمه حلوه كده تليق بالناس برضه وتليق بينا برضه زي الناس اللي عايش. وبرغم التحديات في كل محافظات مصر هنحقق الحلم الكبير، حلم النهوض بقرى الريف المصري والمعدات الهندسيه والكوادر البشريه وكافه مستلزمات البناء والتطوير. وبمشاركة القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية لدعم ومساندة كل وزارات الدولة للمساهمة في تنفيذ حلمنا والانتهاء من تغيير وجه الحياة للعديد من القرى اللي بتضم ملايين المصريين وبأيادي مصرية. ومن خلال إسناد الأعمال لشركات مدنية بنوفر من خلالها الآلاف من فرص العمل لأهالي القرى المصرية. وآن الأوان عشان يتغير المشهد في عموم الريف المصري ونحقق النقلة الحضارية لأكثر من 58 مليون إنسان في كل مجالات الحياة. خطوتنا الأولى بدأت وبنبدأ خطوة جديدة على الطريق لتحقيق أهداف خطة مبادرة حياة كريمة في 4500 قرية داخل 150 مركز بمحافظات الجمهورية. هي حقه. بعد كده هننتقل لمشروعات الصحة. هو في مشروعين، مبادرة 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل. احنا هنتكلم على مبادرة 100 مليون صحة، وانا حطيتها في الترتيب ده لعلاقتها بمبادرة حياة كريمة. دي صورة بتبين يعني إقبال الجمهور على مبادرة رئاسة الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وآجي الفيديو هو عبارة عن يعني تعليقات مكتوبة وموسيقى في الخلفية، مفيش صوت يعني مفيش تعليق صوتي. بعد كده هننتقل لتصنيف تاني حسب الترتيب اللي كان موجود في موضوعات الندوة اللي هو المدن الجديدة. فعندنا ثلاث أمثلة، مثال العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة الجديدة. وأنا الحقيقة اخترت الثلاثة دول لأنهم مختلفين عن بعض. العاصمة الإدارية الجديدة ده مكانها الجغرافي أهو ما بين القاهرة والسويس، ودي صورة للمباني اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. والفيديو اللي احنا هنشوفه دي عبارة عن صور من الطبيعة لحي المال والأعمال والأحياء السكنية R3 وR5 والنهر الأخضر، وفي خلفية موسيقية. We'll be right back.
المدينة اللي بعد كده هي مدينة الجلالة، ودي طبعا موقعها الجغرافي عند خليج السويس زي ما انتم شايفين في الخريطة، وده شكلها، هي محطوطة على جبل تقريبا ارتفاعها 700 متر فوق سطح البحر. الفيديو اللي هتشوفوه هو من قناة الغد، هو مختلف عن الفيديوهات اللي قبل كده لأن في مذيع بيشرح التفاصيل بطريقة جميلة جدا من خلال 3 محاور، هي المدينة والمنتجع وطريق الجلالة وكمان الخدمات الصحية والصرف الصحي ومشروعات صناعية لاستغلال خام الفوسفات والرخام. ومن بين أكثر من 250 مشروعاً قومياً تم ويتم الانتهاء من تشييدها، يعد مشروع الجلالة أحد أبرز تلك المشروعات بما يقدمه من دعم لمناخ الاستثمار في قطاع السياحة وبخلقه الآلاف من فرص العمل وبمساهمته في رسم خريطة جديدة لمستقبل المجتمعات العمرانية في مصر. الجلالة والتي ستكون عاصمة للعين السخنة ستحول المدينة من مدينة موسمية صيفية إلى مقصد للزيارة طوال العام، حيث تقع هضبة الجلالة غرب خليج السويس ما بين العين السخنة والزعفرانة على طريق الغردقة، ويعتبر إنشاؤها تحديا هندسيا صعبا بسبب الطبيعة الجبلية القاسية للمنطقة. ويعمل في المشروع نحو 5000 مهندس و80000 عامل من 80 شركة مصرية. وينقسم مشروع تطوير هضبة الجلالة إلى 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو مدينة الجلالة العالمية والتي تقام على مساحة 19000 فدان وعلى ارتفاع يقدر ب700 متر فوق سطح البحر، وتضم جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجموعة من المدارس ومناطق سكنية وقرية أولمبية. أما المحور الثاني فهو منتجع الجلالة الساحلي والذي يقام على مساحة 1000 فدان ويطل على البحر الأحمر مباشرة، ويضم المنتجع الساحلي فندقين، أحدهما جبلي يتكون من 300 غرفة والثاني فندق ساحلي وبه 257 غرفة. كما يحتوي المنتجع على مارينا لليخوت وعلى مبنى للجوازات وعلى مدينة للألعاب المائية، وكذلك يحتوي على تلفريك هو الأكبر في الشرق الأوسط. أما المحور الثالث من مشروع هضبة الجلالة فهو طريق الجلالة والذي تم شقه داخل الجبل على ارتفاع بلغ 700 متر وبطول 82 كيلو متر، وهو مؤمن تماما ضد أخطار السيول. كما يشتمل هذا المشروع القومي على إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة بطاقة 150000 متر مكعب يوميا، فضلا عن إقامة 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها فيما بعد في الري. كما يحتوي المشروع على محطة للكهرباء بجهد 220 كيلو وات لخدمة المدينة وكذلك لخدمة المنتجع الساحلي. وأيضا يشتمل المشروع على إقامة منطقة صناعية تضم مصنعا للفوسفات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 طن سنويا، فضلا عن مصنع للرخام والذي تظهر به هضبة الجلالة. ومن بين المشروع المدينة الثالثة هي مدينة المنصورة الجديدة، طبعا مختلفة في طبيعتها عن العاصمة الإدارية وعن مدينة الجلالة، ومكانها في محافظة الدقهلية لأن في جزء من محافظة الدقهلية على البحر الأبيض المتوسط اللي هو مكان المنصورة الجديدة. طبعا العلامة اللي هي الحمراء دي هي بتبين مكان المشروع، ودي صورة ليها، وهنا الفيديو عبارة عن صور وخرائط وفي صوت في الخلفية بيشرح الصور دي. صورة بتعد العاصمة الطبية والعلمية في مصر وواحدة من أهم المدن في الدلتا ومصر، ومن هنا بتكتسب المنصورة الجديدة أهميتها
موقع المنصورة الجديدة على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتر، بيتوسط موقعها 3 محافظات وهم الدقهلية، كفر الشيخ ودمياط. المساحة الكلية للمدينة أكتر من 6000 فدان، بدأ الشغل فيها ب 2018، ولحد دلوقتي المدينة وفرت 25,000 فرصة عمل لشباب محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة. المرحلة الأولى خلاص خلصت من إجمالي 4 مراحل، وحاليا المدينة بقت جاهزة عشان نفتتح المرحلة الأولى واللي هتستوعب 180,000 نسمة. المدينة بتقدم مستوى سكني متدرج، بيبدأ من سكن اجتماعي مميز وسكن متوسط اللي هو سكن مصر وسكن جنة الفاشر وأخيرا الفيلات. كمان في المرحلة الثانية هيكون فيه 15 برج سكني وإداري بيطل مباشرة على البحر. المدينة بتقدم خدمات متكاملة، وهي الخدمات التعليمية من مدارس وجامعة وخدمات صحية وخدمات رياضية وحضانات وخدمات تجارية وإدارية وثقافية. ودلوقتي صورة بتعد العاصمة. الموضوع الثاني هو المدن الصناعية، والحقيقة المدن الصناعية دي أنا حابب إن أنا أتكلم على مشروعين، مشروع المثلث الذهبي ومشروع مدينة دمياط الأساس. المثلث الذهبي زي ما أنتم شايفين هو شكل مثلث، وأطراف المثلث الثلاثة هي مدينة إنا ومدينة سفاجة والقصير، ده مكانها الجغرافي على البحر الأحمر، ودي صورة للمشروعات اللي في المثلث الذهبي، والفيديو عبارة عن صور متحركة أو تعليق صوتي وبعض التعليقات المكتوبة. تقدر أهمية المشروع في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية، حيث أن المثلث الذهبي هو المنطقة الواقعة بين القصير، سفاجة وقنا، وتبلغ مساحتها 7000 كيلومتر مربع. تتميز تلك المنطقة بمستقبل استثماري واعد، لأنها تملك 9 تجمعات صناعية كبرى في محافظتي قنا وقنا الجديدة، جاهزة المرافق ومجهزة للاستثمار المباشر، كما أنها تملك احتياطي هائل من المواد الخام مثل الفوسفات، الذهب والتيتانيوم، هذا بالإضافة إلى المحميات الطبيعية في وادي قنا وسفجة. كما تمتاز الأراضي الزراعية في صعيد مصر بجودة المحاصيل الزراعية ونقاء النباتات الطبية والعطرية. والهدف من المثلث الذهبي هو إنشاء مراكز عالمية صناعية تعدينية زراعية سياحية وتجارية، ويقدر حجم الاستثمار المستهدف ب16 مليار دولار، بعائد سنوي للدولة 6 مليارات دولار، مما يساهم في عملية التنمية وجلب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لكل من قطاع الصناعة، السياحة، الكهرباء، الإسكان، الزراعة وقطاع التجارة. بعد مدينة أو المثلث الذهبي تيجي مدينة دمياط للأساس، وده برضو اختياري أنا، وده مكانها هو في محافظة دمياط زي ما انتوا شايفين. وبعدين دي صورة للورش بتاعة الأساس اللي في مدينة دمياط، والفيديو اللي هتشوفوه هو عبارة عن صور وتعليقات مكتوبة وفي موسيقى في الخلفية.
ثاني متعلق، احنا تكلمنا عن المدن الجديدة، تكلمنا عن المدن الصناعية. موضوع ثاني له علاقة بنفس الفكر هو تطوير العشوائيات، وتطوير العشوائيات دي صور بتبين الأماكن العشوائية اللي كان بعض المصريين من أهل بلدنا كانوا عايشين فيها وإزاي اتطورت، ودي أمثلة بالصور لحي الأسمرات وحي روضة السيدة وحي بشاير الخير في اسكندرية وحي المحروسة. الفيديو الحقيقة بتاع تطوير العشوائيات هو عبارة عن عناوين ومعاها تعليق صوتي. انتهت الدولة من إزالة عدة مناطق عشوائية في القاهرة كانت تمثل خطورة على قاطنيها، كما وفرت وحدات بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل بمجتمعات حضرية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها. ومن أهم المناطق التي تم إخلاؤها في الفترة الماضية منطقة المدابغ الواقعة خلف سور مجرى العيون، والجاري تطويرها الآن بعد نقل سكان المنطقة لوحدات بديلة بالأسمرات ومدينة بدر، ويتم الآن إنشاء محور ترفيهي آخر سكني بالمنطقة لتتحول من بؤرة عشوائية لمنطقة جذب سياحي. كما أن منطقة عين الحياة أو عين قصيرة كانت من المناطق العشوائية ومقلب للمخلفات والقمامة، وهو ما أثر على بحيرة عين قصيرة الكبريتية، ولكن تم نقل السكان لوحدات سكنية بديلة وإنشاء أفضل منتزع حول البحيرة بعد تطهيرها وإعادة تدبيشها وتشكيلها من جديد، وذلك أمام متحف الحضارة المصرية لتتحول إلى منطقة جذب سياحي. أما منطقة مثلث ماسبيرو والتي تمثل واجهة العاصمة كونها خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل، فتم البدء في تطويرها لتتحول من العشوائية إلى الحضارة والرقي. بعد كده هننقل تصنيف تاني خالص من المشروعات اللي هي مشروعات الزراعة والري، وأنا الحقيقة نختار أربع مشروعات وحواريهم كلهم في على شكل فيديو. مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات المزارع السمكية الكبيرة، ومشروع تبطين الترع القومي، وبعدين مشروع نظم الري الحديثة. بالنسبة للدلتا الجديدة ده موقعها الجغرافي غرب الدلتا على محور الضبعة، ودي صورة بتبين شكل الحياة في الدلتا الجديدة، والفيديو عبارة عن صور وعناوين من غير صوت المرة دي اهو. المشروع الثاني له دعوة بالأمن الغذائي، وهو أحد المشروعات الاستزراع السمكي، وهي المزرعة السمكية بغليون. مزرعة غليون الفيديو بتاعها عبارة عن تصوير جوي برضو من غير صوت زي فيديو الدلتا الجديدة. ده مكانها الجغرافي في محافظة كفر الشيخ قريب من البحر الأبيض المتوسط، وآدي الفيديو.
دي صورة ليها لشكل المزارع السمكية، وأجي الفيديو أهو. بعد كده نتكلم على مشروع قومي كبير قوي متعلق بتبطين الترع، والدلتا مليانة آلاف الكيلومترات من الترع والمصارف. ونظرا لندرة المياه في مصر، فقررت الدولة ان هي تبطن اطوال كتيرة جدا من الترع عشان تقلل من التسرب من جوانب الترعة من قاع الترعة. وهم يعني خلصوا حوالي 4200 كيلومتر، وهم السنة الجاية ممكن يوصلوا لأكتر من كده. بحيث الرئيس قال إن بعد المشروع اللي كان 10 سنوات مفروض نخلصه في سنتين، وتكون الأطوال النهائية للتبطين حوالي 20,000 كيلومتر. دي صور، وأنا الحقيقة مخلي أسامي الترعة نظرا لأهميتها الثقافية. فدي ترعة الكردي في توسع وسط الدلتا، ودي ترعة المنشية في توسع أسيوط، ودي ترعة الخروص في توسع السلام، ودي ترعة المعصرة في توسع أسيوط برضو. الفيديو عبارة عن تعليق صوتي زي ما هنشوف دلوقتي. تبطين الترع من المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، وهو ما كان سببا في توجيهه بالانتهاء منه خلال 2 بدلا من 10 أعوام، مع ما يحققه من توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من الموارد المائية المهدرة، سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. ويقلل المشروع المهدر من المياه التي تتسرب داخل الأرض والجسور، لأن الخرسانة التي يتم التبطين بها تحكم حركة المياه، وبالتالي تقلل كثيرا من تسربها. كما أن الإنجاز اليومي للعمل داخل المشروع يتمثل في تبطين نحو 100 متر من الترع، مع استهداف الدولة في خطتها تبطين 7,000 كيلومتر خلال 2. ويعمل المشروع على منع ظهور الحشائش في الترع، وبالتالي فإنها ستصبح نظيفة، ما يجعلها توفر موارد للدولة. كما أنه يعمل على خلق زراعات جديدة والتوسع الأفقي في الزراعة في ظل التحديات التي تواجهها مصر خارجيا وداخليا، إذ تبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا منذ 60 سنة، وبالرغم من الزيادة السكانية. وبالتالي فإن الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من تأهيل 7,000 كيلومتر خلال السنة المقبلة، وسيجري الانتهاء من تبطين أكثر من 20,000 كيلومتر بحلول عام 2024. آخر مشروع من مشروعات الزراعة والري هو مشروع نظم الري الحديثة، وإحنا ممكن نسميها الزراعة الذكية، لأن الحقيقة هي فعلاً يعني زراعة لها فوائد كتير. هنا دي صور من الري بالرش وصورة للري بالتنقيط. والحقيقة الفيديو بتاع الزراعة الذكية ده هو عبارة عن تعليق صوتي
وهيتكلم على حاجة برضو مهمة مش موجودة في الصور، اللي هي الصوب الزراعي. تكنولوجيا متطورة توفرها الدولة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الري الحديث، تسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي وتنعكس إيجاباً على الفلاح المصري. بعد إعلان وزير الموارد المائية والري عن بدء العد التنازلي لتطبيق المنظومة الجديدة والتي ستمكن المزارعين من ري أراضيهم بواسطة الهاتف المحمول، ليؤكد أن الزراعة في وقتنا الحالي تتحول من الأدوات القديمة إلى أنظمة الزراعة الذكية والدقيقة والتي تواكب أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية في هذا المجال. فالزراعة الحديثة في مصر بدأت قبل سنوات على نطاق ضيق، ومع إطلاق الرئيس السيسي مبادرة الصوب الزراعية والدعوة لإشراك القطاع الخاص للارتقاء بهذا النوع، زادت مساحات الصوب الزراعية التي تستطيع التحكم بالحرارة والرياح وشدة الضوء وتلائم الزراعات التي تحتاج لظروف خاصة للنمو. كما تم إدخال طرق الري الحديثة مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة. كما تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات الدولية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تم تدقيق بيانات حوالي 88% من المزارعين في إطار منظومة كارت الفلاح الذكي. وتكمن أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحقيق نقلة هائلة في منظومة الزراعة، فالأجهزة الزراعية التكنولوجية بوسعها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتربة والمزروعات ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء والرطوبة والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة. وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام ري يمكنه تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الري أوتوماتيكيا، حتى يتمكن المزارعون من الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحة مواشيهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سديدة حول كيفية استخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس على الفلاح وعلى الأمن الغذائي المصري. بعد كده هننتقل على مجموعة تانية من المشروعات، مش بقى في الزراعة والري ولكن مشروعات الطاقة. وأنا اخترت ثلاث مشروعات أو ثلاث محطات لتوليد الطاقة المتجددة، هي محطة بنبين للطاقة الشمسية في أسوان، ومحطة الضبعة النووية، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح. بالنسبة لمحطة بنبين للطاقة الشمسية، ده مكانها الجغرافي، أدي أسوان أهي، وأدي بحيرة السد العالي، وأدي المحطة بنبين. الفيديو بتاع محطة بنبين هو عبارة عن برنامج من برامج قناة الفضائية المصرية، وهو عبارة عن فيديو وتعليق صوتي. دي صورة للألواح الشمسية اللي بيتم عن طريقها توليد الكهرباء، وآدي الفيديو هو. بحسب تقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، فإن هذا المكان واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم. بنبان، محافظة أسوان، أقصى جنوب مصر والصعيد، وبها كان قرار إنشاء هذه المحطة العملاقة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم للطاقة الشمسية. نقلة نوعية تشهدها مصر في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال هذا المشروع بقدرة 1465 ميجا وات، وبتكلفة وصلت إلى 4 مليارات يورو، لتلقب أسوان من خلاله بعاصمة العالم للطاقة الشمسية. تمثل محطة بنبان للطاقة الشمسية خطوة هائلة في مشوار تنمية الصعيد وتحسين مستوى المعيشة به، تسهم في توفير 6000 فرصة عمل في التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح المشروع للمسؤولية المجتمعية. كما تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان
إلى مدرسة للطاقة الشمسية لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها. مشروع بنبان للطاقة الشمسية مقام على مساحة 37 كيلومتر مربع بما يعادل 8843 فدانا، يضم 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء و40 محطة شمسية فرعية. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، ما يعادل 90% من الطاقة التي ينتجها السد العالي. ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200,000 لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة. ولتميز مشروع بنبان وتفرده على المستوى الدولي، فاز بالعديد من الجوائز الدولية والإقليمية كأفضل مشروع بالعالم لتطوير البنية التحتية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. شكرا سوزان مصطفى. دي محطة الضبعة النووية، والحقيقة طبعا لها طبيعة مختلفة شوية عن مشروع بنبان، وده مكانها الجغرافي برضو على البحر، جنب البحر الأبيض المتوسط، ومحور الضبعة اللي احنا اتكلمنا عليه لما اتكلمنا عن الدلتا الجديدة. والحقيقة هو عبارة عن صور وتعليقات مكتوبة، مفيش صوت في الخلفية، لكن الحاجة الجميلة ان هو بيشرح تاريخ التعاون ما بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية. دي صورة للمحطة، ودي الفيديو اهو. بعد كده آخر محطة من محطات الطاقة هي محطة جبل الزيت لطاقة الرياح. ومحطة جبل الزيت هي موجودة في خليج السويس، وده مكانها الجغرافي اهو. وبعدين دي صورة للتوربينات اللي بتستخدم في توليد طاقة الرياح، والفيلم عبارة عن فيديو وتعليقات مكتوبة وفي موسيقى في الخلفية.
المشروعات اللي جايه هي مشروعات المياه والصرف الصحي، بالرغم من ان الدوله عندها استثمارات كبيره جدا في مشروعات الامداد مياه بالمياه والصرف الصحي، الا ان انا اخترت ثلاث مشروعات وهتكلم على مشروع واحد منهم اللي هو محطه بحر البقر. محطه بحر البقر ومحطه المحسنه تم الانتهاء منهم، لكن لسه محطه الحمام اللي هي اكبر واحده فيهم، غالبا بحر البقر 5.4 مليون متر مكعب في اليوم، محطه المحسمه 1.5، لكن محطه الحمام هتبقى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. ده طبعا شكل محطه بحر البقر جنب مدينه جنوب مدينه بورسعيد، وهي بتعمل معالجه لاطول مصرف في مصر اللي هو مصرف بحر البقر، وكان ملوث جدا وكان بيلوث بحيره المنزله، وهتستخدم المياه في ري أراضي في سيناء. أدي شكل المحطة من فوق، هي محطة كسبت 3 جوائز جينيس بوك أوف ريكوردز على مستوى العالم، والمحطة نفسها عبارة عن فيديو وتعليق صوتي. أنا بقول هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا المشروع العملاق قبل أشهر، بمشاركة 21 ألف مهندس وفني وعامل، وبتكلفة تجاوزت 16 مليار جنيه. تمكنت مصر من بناء أكبر محطة معالجة مياه في العالم. تقع محطة بحر البقر على مساحة 155 فدانا بإجمالي 650 ألف متر مربع في الجانب الشرقي لقناة السويس وإلى الجنوب من مدينة بورسعيد، وتصل طاقتها الانتاجية الى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، وسيتم نقلها الى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح اكثر من 400 الف فدان في اطار مشاريع الدولة لتنمية سيناء وتعظيم الاستفادة من موارد المياه. تقوم المحطة الاكبر في العالم بمعالجة مياه مصرف بحر البقر، وهو احد اطول المصارف في مصر، حيث يبلغ طوله حوالي 190 كيلو مترا، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مرورا بخمس محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة. مياه مصرف بحر البقر المهدرة والتي كانت تلوث بحيرة المنزلة جرى تحويل مسارها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من خلال منظومة ربط أسفل قناة السويس. بعد المعالجة يتم ضخ المياه في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء لاستخدامها في الري، وبهذا تم القضاء على بؤرة تلوث كبيرة كان يسببها مصرف بحر البقر، والحفاظ على بحيرة المنزلة وتعظيم الاستفادة من موارد المياه واستغلالها لاستصلاح الأراضي في سيناء، حيث تبلغ كمية المياه المعالجة التي ستضخها المحطة سنويا ملياري متر مكعب. أنا بقول بعد كده هنخش في مجموعة تانية من المشروعات القومية الكبيرة جدا اللي هي مشروعات الطرق والمواصلات، وانا اخترت 4 مشروعات وهتكلم عليهم الأربعة. هنبتدي بتطوير السكة الحديد، وبعدين مشروع مونوريل القاهرة ومترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، ونتكلم على القطار الكهربائي السريع اللي هو من أجمل مشروعات الطرق والمواصلات. بالنسبة لتطوير السكة الحديد، ده شكل أحد القطارات الحديثة بعد التطوير، وإن الفيديو نفسه عبارة عن صور وتعليق صوتي. في البداية خليني أقول لك مدى أهمية مشروع النهاردة. هيئة سكك حديد مصر واللي بيرمز ليها بسين حاء ميم هي واحدة من أكبر خطوط السكة الحديد في العالم، واللي بتنقل 1.5 مليون راكب يوميا، وبيعمل فيها 86 ألف عامل. تم إنشاء خطوط سكك حديد مصر عام 1834، وبتعد واحدة من أقدم وأعرق خطوط السكة الحديد في العالم. تخيل مصر بتملك أول خطوط سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط، وتاني أقدم خطوط سكة حديد في العالم بعد المملكة المتحدة، ومع ذلك عانت لإهمال طويل لمدة 30 سنة، وطبعا كل ده اتسبب في عشرات الحوادث في السابق. قرار تطوير شبكة قطارات ضخمة بالحجم ده موضوع مكلف جدا، لأنه ببساطة الشبكة القديمة سواء قطارات أو بنية تحتية أو محطات، فتقريبا معظمها كانت متهالكة وقديم ومحتاج يتجدد بالكامل. ضف على كده تقاعس الحكومات السابقة وإهمالها، كل دي تحديات ومعوقات كبيرة جدا، والنهاردة بيجي قرار عظيم بتطوير وتجديد الشبكة دي بالكامل، وده بالرغم من التكلفة الضخمة اللي بتتجاوز 224 مليار جنيه، وده مجرد جزء من خطة تطوير كل قطاع النقل العام في مصر بإجمالي تكلفة 1.5 تريليون جنيه.
خطة تطوير خطوط السكة الحديد بتكون كالآتي. تطوير خطوط السكة الحديد بيشمل إنشاء خطوط جديدة وإزدواج الخطوط القديمة، والكلام ده بتكلفة 73 مليار جنيه. أما استيراد الجرارات والعربات الجديدة فبتكلفة 48 مليار جنيه. تطوير محطات القطارات والمزلقانات في كل الخطوط بتكلفة 23 مليار جنيه. كمان بيتم تحويل نظام الإشارات الميكانيكية إلى النظام الإلكتروني الحديث، وده بتكلفة 50 مليار جنيه. وعلى فكرة ده أهم عنصر في منظومة التطوير، واللي بيرفع مستوى الأمن والسلامة وبيمنع الحوادث. كمان خطوط السكة الحديد نفسها بيتم إحلالها وتجديدها بمسافة 10,000 كيلومتر، ده غير إضافة 1000 كيلومتر جديد للخطوط القديمة. ومن أهم الخطوط الجديدة اللي اتعملت هو أول قطار لنقل بضائع الحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد. والحقيقة موضوع ربط مواني البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة ده موضوع عبقري شبيه بقناة سويس جديدة لكن في صورة قطر، وأكيد هيعزز مكانة مصر التجارية بشكل كبير الفترة الجاية. في البداية بعد كده هنتكلم على مونوريل القاهرة، والنقط الحمراء اللي موجودة في الخريطة دي هي المحطات بتاعته. ففي أقصى الشرق هو في محطة مدينة العدالة مونوريل العاصمة، وفي محطة الطيران في الجزء الغربي، يعني في خط له دعوة بالعاصمة الإدارية وخط له دعوة بمدينة 6 أكتوبر. ده شكل المونوريل، والفيديو بتاع المونوريل بيتكلم بس هو بيعمل، هو عبارة عن صورة جوية لشرق النيل في قطاع المشير طنطاوي، وفي موسيقى في الخلفية. ده الفيديو. مشروع بعد كده هو مشروع مترو القاهرة الكبرى، ودي الخريطة اللي بتبين 6 خطوط للمترو، يعني في خطوط منهم تم طبعا نستخدمها بقالنا سنين، وفي خطوط لسه تحت الإنشاء. خريطة جميلة بتبين قد إيه بيسهم مترو الأنفاق في نقل المواطنين كل يوم. والخريطة بتاعت مترو الأنفاق هو عبارة عن فيديو وتعليقات مكتوبة وفي موسيقى في
كيلو الأنفاق هنتكلم على القطار الكهربائي السريع ده، أنا أعتقد ده برضو في نقلة كبيرة في المواصلات، خصوصا أن القطر بيشتغل بالكهرباء مش بالوقود الأحفوري، ودي برضو محطات القطار الكهربائي السريع مش بس في حوالين القاهرة، لكن في محطات فوق في غرب الدلتا زي ما أنتم شايفين في محافظة اسكندرية وفي محطة برج العرب، وده شكل القطار الكهربائي السريع. والفيديو عبارة عن تعليقات صوتية عن المشروع وفيه معلومات جميلة جدا جدا. شبكة القطارات الكهربائية السريعة والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسيع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة. شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة. الشبكة الجديدة تمتد بأطوال 2000 كيلومتر. تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريباً. سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومتر. المرحلة الثانية وتشمل 2 خطين بأطوال 670 كيلومتر. أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من العين السخنة حتى العالمين الجديدة بأطوال 460 كيلومتر. أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر والأسكندرية وبرج العرب والحمام. الخط الثاني يمتد من السادس من أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كيلومتر. الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كيلومتر. الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كيلومتر. الخط الخامس يمتد من العالمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كيلومتر. الخط السادس وهو يدخل ضمن المرحلة الثانية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كيلومتر. السرعة المخصصة للقطار الكهربائي السريع 250 كيلومتر في الساعة. شبكة القطارات. بعد كده هنخش في مجموعة تانية من المشروعات تخص المواني، وهنتكلم على 3 مشروعات وهنتكلم عليهم كلهم: ميناء العين السخنة وميناء شرق بورسعيد وتير سوربرايز يعني الميناء الجاف في مدينة 6 أكتوبر. ميناء العين السخنة من المواني المهمة جدا، والحقيقة الفيديو هو عبارة ده شكل الميناء هو عند خليج السويس في مدينة العين السخنة، والفيديو عبارة عن صور ثلاثية الأبعاد بدون صوت، وبعد شوية يعني بعد 1 دقيقة و40 ثانية هيظهر صوت يلخص الموضوع تاني، وهو أحد برامج القناة الأولى. دكتور حضرتك ميوتد يا دكتور. انا فعلا ميوتد يا احمد، لان بالصدفه الفيديو ده الوحيد اللي ما فيهوش في الجزء الاولاني منه لغايه ما يجي 1 دقيقة و35 ثانية ما فيهوش كلام خالص، هيبتدي يتكلم كمان شويه، فانا لكن انا افيلبل يعني، واخد بالك يا حبيبي؟ تمام يا دكتور. يا رب يتكلم دلوقتي اهو كمان شوية فيديو، يعني ما فيهوش حاجة مجرد صور اهي، بس معلومات جميلة ومينا خطيرة يعني.
عمليات التطوير لم تغفل جانب التخطيط العام لموقع الميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية ويصبح من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق، حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، وحيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب. بعد كده ميناء شرق بورسعيد برضو من الميناء من المواني المهمة، وده مكانه طبعا عند مدينة بورسعيد اهو على البحر الأبيض المتوسط. والفيديو عبارة عن صور متحركة ثلاثية الأبعاد في تعليقات مكتوبة وموسيقى في الخلفية، واللي منتجه الشركة اس سي زون. ميناء شرق بورسعيد هنتكلم على ميناء له طبيعة مختلفة، اللي هو الميناء الجاف ده، بعيد خالص عن المية، ده في مدينة 6 أكتوبر، وده موقع الجغرافيا اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الدراي بورت هنا. والحقيقة الفيديو عبارة عن صور متحركة ثلاثية الأبعاد وعناوين مكتوبة وفي موسيقى في الخلفية. بعد كده وده آخر يعني تصنيف من تصنيفات المشروعات اللي هي في مجال الثقافة، وهيتكلم على مشروعين، مشروع المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم. مشروع المتحف المصري الكبير ده مكانه الجغرافيا هو جنب الأهرامات الجيزة اهو، Grand Egyptian Museum جيم فور شورت، عبارة عن فيديو بس وموسيقى في الخلفية يعجبكم قوي. دي صورة لي لتمثال رمسيس تاني بعد ما اتنقل جوه المتحف، وآدي الفيديو اهو.
يحيى، آخر فيديو هو الفيديو رقم 25 بيتكلم على مشروع التجلي الأعظم. يمكن ناس كتير ما تعرفش يعني إيه المشروع التجلي الأعظم. هو مشروع كبير قوي الحقيقة، الفيديو طويل شوية، هو عبارة عن عناوين وصور وموسيقى في الخلفية، لكن الحقيقة لأنه آخر فيديو غالبا هو من أجمل الفيديوهات، في صور جميلة لمكان المشروع في مدينة سانت كاترين. دي مكان المشروع هو في 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 وسط سينا هو، وده صورة للدير، وبعدين بعد كده ده الفيلم، آخر فيلم. دي كلمة أخيرة، إن الندوة دي إدتنا أمثلة من المشروعات القومية في مجالات مختلفة، وإن كل مشروع كان بيتعرض من خلال خريطة وصورة ومقطع فيديو من اختياري، وإن أنا حاولت مدة الفيديو ما تبقاش كبيرة، وإن هي في المتوسط دقيقة ونص، وإن إحنا عندنا مصدرين تانيين للمعلومات، لأن في حاجات كثيرة من اللي اتقالت في الفيديو ده لها علاقة بمقرر أنا بدرسه في كلية الهندسة، وموجود على قناة اليوتيوب بتاعتي اللي احنا هنشوفها دلوقتي،
واي واحد عاوز يعرف معلومات حتى اكتر من اللي موجوده في اليوتيوب، لان اللي موجوده في اليوتيوب طبيعتها مختلفه خالص عن الباوربوينت دي، فممكن يروح في موقع خريطه مشروعات مصر اللي احنا برضو هنوريكم دلوقتي هي فين وموقعها ايه وازاي نستفيد منها. قناه اليوب مكتوبه باسمي اهو، وان انا بروح عند بلاي ليست وبختار ايجيبت ميجا بروجكت. الحاجه الجميله في المحاضرات دي ان انا ما كنتش انا اللي بقول المحاضرات في معظم في الوقت، لكن كنت جايب خبراء مثل باشمهندس محمد غانم يتكلم عن مشروعات الري المتحدث الرسمي، او الدكتور ايمن عاشور من اكبر المستشارين في العاصمه الاداريه الجديده، او الدكتور حسن المهدي رئيس معهد النقل واكبر الخبراء في مجال الطرق والمواصلات، والدكتور محمد السبكي رئيس سابق لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده. وتكلمنا كمان على مشروع سد النهضه زميلنا الدكتور بيتر، ومشروعات الزراعه اتكلم عليها الدكتور محمد فرجاني مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الزراعيه، والتعاون الثنائي في دول حوض النيل اتكلمت الدكتوره تهاني سليت المسؤوله عن التعاون الثنائي في قطاع مياه النيل، والبحيرات اتكلمت عليها المهندسه نهى سامي من وزارة البيئة، ومشروعات المياه والصرف الصحي كان مفروض الدكتور سيد إسماعيل يتكلم عليها، بس أنا هو ما كانش عنده وقت، فأنا اللي استخدمت، هو أدانا الباوربوينت متفضلا وأنا اللي قلت المحاضرة بتاعي. فممكن حد يطلع على الحاجات دي ويسمع بقى الخبراء الأصليين، لأن أنا مش خبير في كل الحاجات دي، أنا متخصص في المياه بس. هنا بقى خريطة مشروعات مصر، وده الـ اللينك egis-map.com/projects، وهو عبارة عن موقع كبير قوي وبيبين الخريطة دي أماكن المشروعات، وهنا في ثلاث اختيارات حسب التصنيف سواء كان طرق وكباري أو إسكان أو كهرباء وطاقة متجددة أو موارد مياه الري أو مياه الشرب والصرف الصحي أو نقل مواصلات، أو ممكن اختيارات تبقى عن طريق المحافظة أو عن طريق حالة المشروع، لأن العدد الكلي للمشروعات هو 5495. إحنا طبعاً كل اللي قلناه في البرزنتيشن بتاعتي دي 25 مشروع بس، وده بيبين إزاي إن أنا لما أختار ممكن يطلع لي، بعد ما أختار يطلع لي الليست اللي بيتفق مع الاختيار بتاعي واختار المشروع منهم، أول ما أدوس عليه يديني معلومات عن أرقام عن المشروع بخصوص تكلفة المشروع والمحافظة والتصنيف وتاريخ التشييد، وكمان يدي نبذة عن وصف المشروع ومصدر البيانات. هنا طبعا هنختار اسم المشروع أو المحافظة، ونبص في نوعين من المشروعات، في دوائر لونها برتقاني ودوائر خضراء، بنختار أحد المشروعات اللي هي شكلها مشروعات صناعية، وده المبنى الإداري، مش مشروعات صناعية، مشروعات لها دعوة بالخدمات والتعليم، ده المبنى الإداري الجديد لجامعة أسوان بمدينة صحاري زي ما أنتم شايفين جنب مدينة أسوان وجنب بحيرة السد العالي، والموقع بيدينا فكرة عن مساحة المشروع والمحافظة والتصنيف وتاريخ التنفيذ ونبذة عن المشروع. ولو مشينا هنا هنبص على محطة مياه الشرب بالقاهرة بمحافظة القاهرة، وطبعا في محطات كثيرة جدا، كل ما نروح على واحدة من دول يدينا معلومات، زي هنا معلومات عن محطة تنقية مياه الشرب في القاهرة الجديدة، وبس كمان مش بس بيدينا معلومات، لا ده ممكن كمان يدينا فيديو كده. بتنتهي المحاضرة بتاعتي، وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا وخدتوا فكرة عن مشروعات القومية العملاقة، وكانت الرحلة زي ما أنا قلت في الأول رحلة ممتعة نتعرف فيها على بلدنا الجميلة والمشروعات الرائعة اللي فيها. النهاردة المحاضرة بتاعتنا شباب ريفيجن للكورس ماتيريال. شباب سامعيني يا شباب؟ ايوه يا دكتور. الو. الحقيقه المحاضره ما خلصتش كده، انا بس عندي محاضره تانية عايز اعرضها عليكم. الحقيقه محاضره جميله، هي صغيره
اسمها ألوان الذهب في مصر. السلام عليكم ورحمة الله. سامعينها؟ إحنا المحاضرة دي سامعين يا شباب؟ سمعين. نعم؟ أيوة دكتور كنا سامعينها. أوكي، اسمها ألوان الذهب في مصر. طبعا العنوان يعني قد يكون غريب شوية، لكن إحنا هنستمر في الكلام عن المشروعات القومية العملاقة اللي لها دعوة بموارد مصر. فموارد مصر الطبيعية من ذهب، لأن مصرنا الحبيبة مليئة بالموارد الطبيعية التي لم تستغل بعد، منها موارد زراعية وموارد معدنية، والموارد دي ثمينة كأنها أنواع من الذهب. لكن إيه الأنواع دي وإيه الألوان بتاعتها، هو ده الغرض من المحاضرة. في العرض ده هنتعرف على ألوان الذهب الخمسة: الأصفر والأحمر والأخضر والأسود والأبيض، وهنبتدي بالذهب الأصفر على طريق استراتيجية 2030، ونقصد بيه القمح من حيث الإنتاج 12 مليون طن إنتاج متوقع في الموسم المقبل، ومن حيث السعة التخزينية للصوامع اللي هترتفع ل 5.5 مليون طن. اللون ده والألوان التانية بعد ما بنتكلم جملة بسيطة على التسمية ونقصد بيها إيه، بنستمع إلى فيديو جميل بيشرح تفاصيل الذهب الأصفر. من النوبارية بمحافظة البحيرة بدأ موسم حصاد وتوريد القمح، وصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع وليقات الاستلام، والتي تم تجهيزها لاستقبال آلاف أطنان الأقمح، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي وكافة الأجهزة المعنية من أجل تسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف باستلام حوالي 6 ملايين طن هذا العام. دورة العمل حضرتك، كل مورد أو فلاح أو تاجر أو جمعية بيوردوا عندي هنا، بيخشوا على لجنة الفرز، بنسحب عينة عشوائية ممثلة ونحطوها قدام لجنة الفرز، بيشوفوا درجة رطوبة القمح اللي هي المفروض إن هي بتقف عند 13، بيحطوا عينة جوه الجهاز، وبعد كده سلامة الغذاء بيقرب القمح ده، هو بيشوف نسبة الشوائب اللي فيه. في عندنا 3 درجات، 22.5 و23.5، ما شاء الله القمح في العيب الصحراوي بتاعنا ده معظمه بياخد 23.5، قمح نضيف جدا. بعد كده بياخد درجته ويخش على الميزان، بيوزن العربيه مليان ويخش على النوره بيعدى، وبعد كده بيرجع يوزن فاضي، بيعرف الوزن بتاعه، بيرجع للجنه. اللجنه بتعمل له حاجه اسمها جواب افاده، بيقدمه للجمعيه ان هو ورد الكميه الفلانيه، بنسجل الرقم بتاعه اللي هي الوزنه بتاعته، وبنديله ختمه عليها. وصل عندنا 5 أيام فعليين او 4 أيام فعليين شكال، كل الناس دي قبضت فلوسها في الايام اللي فاتت، والورق بيسافر يوميا، وطبعا بياخدوا مستحقاتهم وبيوردوا. جمعيه حلوه، الزراعه حلوه، وكل حاجه تمام 100 100، والتوريد 100 100 على مستوى عالي وتمام الحمد لله. ومن مجمع صوامع ابو المطامير التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه بالبحيره، تابعنا أعمال التوريد والتخزين من خلال غرفة التحكم والاطلاع على آلية العمل والكيفية التي يتم بها توريد الأقماح وتخزينها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الكميات المخزنة، وكذا تطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية. مساحتنا هنا في النوبارية حوالي أكثر من 1,200,000 فدان، فيهم 550,000 فدان مزروعين بالفاكهة، وفيهم 650,000 فدان دول مزروعين محاصيل حضرية. على رأسهم طبعا القمح ب 140,000 فدان، ودي زياده عن السنه اللي فاتت اكتر من 40,000 فدان. كانت مساحتنا السنه اللي فاتت هنا في القمح 89,000 فدان. اعلان القياده السياسيه للسعر قبل بدايه الزراعه، طبعا ده كان قرار صائب جدا، وان المزارع عرف ان في زياده في ارداف القمح حوالي 100 جنيه قبل ما يزرع عن العام السابق. جه بعد كده الحافز الاضافي اللي معالي الرئيس عمله في شهر 3، ان هو ضاف كمان على السعر ده حوالي 65 جنيه، فيبقى اجمالي السعر للمزارع او للمورد سعر الارداف من 865 جنيه الى 885 جنيه، فالسعر ده الى حد ما مجزي جدا للفلاح، ولان هو يعتبر افضل المحاصيل الشتويه مقارنه بال
الحمد لله والتجيه عالية خالص. من النبارية بدء موسم حصاد وتوريد القمح. القمح الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المصرية وسط ارتفاع إنتاجيته بعد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار القمح أمن قومي مصري. بعد ما اتفرجنا على الذهب الأصفر، الفيديو اللي جاي ده بيتكلم على الذهب الأحمر، وهو معناه محصول الطماطم، وهو سلعة زراعية مجنونة زي ما معروف في الثقافة المصرية. وحنتفرج على فيلم جميل بيبين أهمية الذهب الأحمر في مصر. سعد كريم محمد فهمي رئيس مجلس إدارة محطة شهيد ماجد صالح للفرز وتعبئة بوادي نسيم، هي تابعة لجمعية المطانة لتنمية المجتمع الزراعية بقرية بطنيس مركز أسنا محافظة الأقصر. احنا هنا بنشتغل على محصول تجفيف الطماطم لتصديره للأسواق الخارجية. طبعا احنا بننشر حاجة اسمها فكر الزراعة التعاقدية. فكر الزراعة التعاقدية ده بيعتمد المزارع ان هو يتعاقد مع الجمعيه ازاي يزرع الاول الاصناف اللي احنا بنحددها طبعا تكون صالحه للتصنيع، وبعد كده بنتابعه احنا في الزراعه، يعني معنا مهندسين زراعيين للانتاج بيتابعوه، ثم يجي هنا في المحطه مع مهندسين جوده مع البنات في التقطيع مع الفرز مع التعبئه، ده كله ان شاء الله حلقه متواصله مع بعض. التصنيع الزراعي ده بيخلق مجالات واسعة جدا، بيوفر فرص عمالة للبنات والولاد والمهندسين الزراعيين وخريج الجامعات عموما ومهارات متوسطة، كله بيشتغل في تجفيف الطماطم. تجفيف الطماطم بيضمن توازن في السوق المحلي، يعني أنا مثلا بطريقة غير مباشرة بحافظ على السعر بالنسبة للمزارع او صغار المزارعين، لان يهمنا طبعا ان احنا نزود دخل صغار المزارعين. احنا طبعا ابتدينا هنا من سنه 2015 والحمد لله احنا مستمرين، وكل ماده ان احنا بنتوسع شويه شويه على حسب الامكانيات بتاعتنا وحسب مصادر الدخل اللي هي موجوده لدينا. يعني انا عايز ازود دخل صغار المزارعين، مش بس بعتمد على ان انا ازود دخله، لا انا بثقفه وبطور من فكر الست اللي فيها او البنت المتعلمه قاعده في البيت، ليه؟ ما لازم تدرس دورها في زياده دخل الاسره. انا اسمي نانسي خالد عبد الرؤوف، محافظه الاقصر مركز اسنا. انا عامله هنا بالمحطه حاصله على بكالوريوس تربيه من جفف الطماطم. اول ما تدخل الطماطم بتدخل في حاجه اسمها فرز، بنفرز الطماطم، بنفرز الصغيره والمخوصه والبايظه، بندخل اللي هي الكبيرة ما تتقطع، بتتحط على الترابيزات من مدة 10-12 يوم لمدة التجفيف بتاعها. بس بعد كده بتدخل حاجة اسمها وحدة الفرز، بنفرز الدرجة أولى ودرجة ثانية وبعد كده بتصدر. ابتدينا نستغل حاجة أو نعمل حاجة اسمها قيمة مضافة للمنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا احنا عرفنا ان هو بيطلع في الاسواق الخارجيه، بيضيف بعض الاضافات زي زيت الزيتون او زيت دوار الشمس مع بعض حاجات من النباتات الطبيه والاطعيه. احنا عملنا الحته دي وجربناها والحمد لله لاخد قبول كويس جدا من حيث الطعم، من حيث الشكل، من حيث الفتره الزمنيه اللي يستمر عليها المحصول. وده بيخلق برضه فرص عمل كتير جدا، بيوفر عدد من فرص العمل، وده هدفنا. هدفنا ان احنا نسد جزء من الفجوه، وده الهدف يمكن الرئيسي ان احنا نوفر عدد كتير جدا من فرص العمل من خلال التصنيع الزراعي. ومش بس كده، احنا كمان نساهم في زياده الدخل القومي للبلد. ان النهارده انا لما اصدر بالعمله الاجنبيه يبقى كده بطريقه ثانيه بيدخل عندي العمله الاجنبيه سواء كان يورو او دولار، وده بيرفع من قيمة النقد الأجنبي اللي عندنا هنا في مصر. بعد كده
هنشوف نوع تاني من أنواع الذهب أو لون تاني، الذهب الأخضر، وهو بنقصد به أشجار الجوجوبا والجاتروفا، وإن هو ده يستطيع أن يحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري نتيجة زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد. وحنتفرج على فيديو جميل بيتكلم على النبات الاقتصادي ده. بعد شفنا الفيلم اللي فات، وهو فيلم ما فيهوش تعليق صوتي، لكن النوع الذهب اللي بعد كده هيختلف شوية لأنه ما هوش منتجات زراعية وإنما منتجات معدنية. وحنتكلم على مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ اللي هو الذهب الأسود، وده الفيديو اللي بيقول لنا التفاصيل بتاعة المشروع. السلام عليكم وأهلا بكم. مصر افتتحت امبارح واحد من أهم المصانع في قطاع الصناعة المصرية، لأنه ببساطة بيساهم في استخراج 41 كنز صناعي، ودول من أهم المعادن اللي بيعتمد عليهم 22 صناعة حيوية مختلفة، وده هيكون دور رئيسي ومهم في توطين أهم الصناعات وتحقيق قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. تعالوا النهارده نشوف أحدث مصنع للرمال السوداء بالبرولوس وليه هو مهم جدا للدرجة دي. تعالوا نشوف الفيديو. امبارح افتتح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء بالبرولوس، خبر منتشر على كل مواقع السوشيال ميديا واتكلمت عنه معظم مواقع الأخبار المحلية والعالمية، وده يبين لك قيمة وأهمية المصنع ده تحديدا. خلونا في البداية نعرف إيه هي أهمية الرمال السوداء وبتستخدم في إيه. النوع ده من الرمال عبارة عن لواصق شاطئية تقيلة بيكون منها أسود، وبتتراكم على بعض الشواطئ أو بالقرب من مصبات الأنهار الكبيرة، وبتعتبر كنز طبيعي مهم لأنها بتحتوي على 41 عنصر معدني مهم، خصوصا المعادن التقيلة زي المغنتايت والألمانايت اللي بيستخدم في صناعة الحديد والبويات والبلاستيك، وكمان بتحتوي على المعادن المشعة اللي لها أهمية اقتصادية كبيرة ولا تقدر بثمن زي المونازايت واليورانيوم المشع، ومعادن كتيرة بتدخل في صناعة الصواريخ والسيارات وهياكل الطائرات والصناعات الحربية ومروج الإشعاع النووي اللي بيستخدم في الصناعات الحديثة. أهم البلاد اللي بتشتهر بالرمال السوداء في العالم هي الهند والبرازيل ومصر. والميزة الكبيرة في مصر إن الرمال السوداء منتشرة بتركيزات عالية جدا في حوالي 11 موقع على امتداد السواحل الشمالية، بداية من رفح في الشرق لأبو قير في الغرب بطول 400 كيلومتر، بالإضافة لمواقع تانية جنوب برنيس وبحيرة نصر. تخيل معايا الكنز العظيم ده فضل مهمل لمدة 90 سنة ومحدش فكر قبل كده يستغله أو يستفيد منه. والأغرب من كده إن الرمال السوداء كانت بتتسرق على مدار عشرات السنين بعلم جميع الحكومات السابقة، لكن محدش كان عنده إرادة سياسية أو قرار لاستغلال الكنز العظيم ده، أو على الأقل لحمايته من السرقة، لحد ما قررت الحكومة المصرية في 2015 بتأمين كل مواقع الرمال السوداء في مصر وفرض رقابة صارمة عليها وتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء واللي هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الكنز الكبير. ومع ذلك استغلال الرمال السوداء مش حكر على الدولة، يعني هل ممكن للقطاع الخاص انه يشارك؟ اسمع الرئيس قال ايه. وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيتكلف كتير عشان خبرات كبيرة، برضو كل ده
بقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معنا بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات الدكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الأمر. فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص، من أول المشروع ده متاح دكتور مصطفى؟ أيوة متاح لكم أن تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه، بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40 50 سنه. هو بدا في السبعينات بقى ياخد الحيز الاكبر من الدراسات، كانت في السبعينات الثمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني انا عايز اقول كاكتشافات انت قلت 1922 1930 بقى احنا عارفين ان في حاجه زي كده، ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصه. أول ما جاتش فرصة مش هقول أي حاجة تانية. بدأنا في تنفيذ مجموعة من المصانع عشان نستغلوا زمان الصعوبة، خصوصا مصانع البرولوس بعدد مصنعين أهمهم المصنع اللي اتفتح امبارح، وده مجرد مصنع واحد من مجموعة مصانع اتنفذت في البرولوس ورشيد ودمياط وبورسعيد وغرليوب، لكن مصنع البرولوس تحديدا هو المصنع الأهم والأكبر والأحدث، والأهم من كل ده إن اللي نفذ المشروع بالكامل شركة مصرية عملاقة في مجال الإنشاءات والمقاولات، وهي شركة حسن علام، نفذت السرح الصناعي اللي شايفينه في 12 شهر بس، وده شيء مهم جدا إننا مش بس بنوطن صناعة جديدة، لكن كمان بنوطن تأسيس المصانع نفسها بخبرات مصرية. تعالوا نشوف تفاصيل المصنع، إزاي بنى بوقت قياسي، وإزاي بيستخلص وينتج المعادن من الرمال السوداء، وإزاي هنستغل الكلام ده في توطين عدد كبير من الصناعات المهمة ودعم الاقتصاد الوطني. تعالوا نشوف الفيديو. كانت البداية حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030 يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، وفي القلب منها الرمال السوداء. مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الدولة المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. وضعت القيادة السياسية خطة يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية منها الرمال السوداء. تعد المعادن المستخلصة من الرمال السوداء الركيزة الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومن بينها صناعات السيراميك والخذف والبويات، هياكل الطائرات والسيارات، إضافة للصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة. ودارت عجلة الإنتاج لبناء مجمع صناعي في منطقة البرلس على مساحة 80 فدان، يضم 6 مصانع لفصل المعادن من ركاز الرمال السوداء. وبدأت المرحلة الأولى للتعدين من كثبان البرلس الممتدة على الشريط الساحلي بطول 16 كيلومتر بإجمالي 3500 فدان. تبدأ أولى مراحل التعدين باستخدام الكراكة تحيا مصر. هولندية الصغرى أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية وصديقة للبيئة، والتي تزن 550 طن بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طنا في الساعة، صممت خصيصا لمصر، وتقوم بدفع المياه في اتجاه الكثبان الرملية فتنساب إلى قاع البحيرة الصناعية تم إعدادها سلفا، حيث تولي الكراكة أعمال تكريك بعمق يصل إلى 18 مترا لتسحب الماء المختلط بالرمال إلى المضخة الرئيسية بالكراكة ليعاد ضخها مجددا إلى مصنع التركيز العائم داخل البحيرة خلف الكراكة مرورا بخطوط الأنابيب. هنا تستقبل المناخل الدوارة خليط الرمال من الكراكة ليتم فصل ما تحتويه من شوائب وعلائق لإنتاج ركاز المعادن بحجم إنتاج سنوي يقدر بستمائة ألف طن، ثم يتم نقل الركاز إلى مجمع مصانع الفصل لفصله إلى معادن اقتصادية بطاقة إنتاجية 370 ألف طن سنوية، وتقوم معامل البحوث بمراقبة الجودة طوال مراحل الإنتاج لضمان مطابقة المنتج للمواصفات العالمية. نطاق صناعي ساهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أفق صناعي جديد يدعم
يدعموا آمال مصر التنموية في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية عبر إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المثيلة والتي تقوم كثبانها الرملية نحو 5 مليارات طن من احتياطيات الرمال السوداء. بمثل هذه الاستراتيجية تسعى مصر لتوطين المزيد من الصناعات وفق أحدث التقنيات بموجب رؤية وطنية لقيادة سياسية أمكنها إعادة اكتشاف أحد أهم الكنوز المصرية. هكذا تستقيم دعائم الدولة المصرية فوق أسس صناعية قوية تليق بجمهورية جديدة أبت إلا أن تواصل الانطلاق نحو آفاق الازدهار بقفزة اقتصادية لقوة إقليمية كبرى. أمل جديد يتحقق الآن لأمة أبية لا تعرف المستحيل. مصر أرض الكنوز ولا عجب توزن فيها الرمال بميزان الذهب. بعد الفيلم الجميل ده هنشوف آخر نوع أو آخر لون من ألوان الذهب اللي هو الذهب الأبيض اللي هو الرمال البيضاء، وهنستمع برضو ونشوف مع بعض فيديو جميل بيشرح تفاصيل المورد الاقتصادي المهم ده. السلام عليكم وأهلا بكم. موضوع النهاردة مهم لأنه بيتكلم عن الرمال البيضاء، واحدة من ثروات مصر المدفونة والغير مستغلة واللي هي كفيلة إنها تحول مصر لواحدة من أغنى دول العالم. تعالوا نشوف إيه هو سر أهمية الرمال البيضاء وإزاي نقدر نستغلها ونحقق نقطة اقتصادية كبيرة جدا. كمان هنشوف إيه هي حكاية مصنع رقائق السيليكون اللي بيتعمل في صعيد مصر واللي هيكون الأول من نوعه بالشرق الأوسط. تعالوا نشوف الفيديو. في البداية خلونا أقول لحضراتكم الخبر الجاي، وهو إن مصر تمتلك أفضل أنواع الرمال البيضاء في العالم، لكن الشيء المؤسف في الخبر إن لحد الآن مصر ما استغلتش كنوز الرمال البيضاء بالشكل الأمثل، وما زال في إهدار كبير بيحصل لثروة طبيعية مهمة جدا. خلونا الأول نعرف إيه هي الرمال البيضاء وأماكن تواجدها وبتستخدم في إيه. الرمال البيضاء هي أغلى أنواع الرمال، موجودة في مناطق كتيرة في صحراء مصر زي سيناء ومنطقة الواحات بالصحراء الغربية اللي احنا عارفينه على المناطق دي انها بتعد مزارات سياحية، بيجي لها السياح كل سنة يشوفوا الرمال البيضاء وروعة المناظر الطبيعية. لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ان الرمال البيضاء بتحتوي على كنز مهم جدا وهو المادة الخام لعنصر السيليكون، واللي بيعد حسب التطور التكنولوجي العالمي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، واللي بتعد سبب الطفرة التكنولوجية الكبيرة اللي بنعيشها حاليا. لو بصينا على سبب جودة الرمال البيضاء في مصر هو نقائها، بيرجع لسببين. أول سبب إن نسبة تركيز خام السيليكا فيها بيوصل 99.79%. تاني سبب إن نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيه بتكون قليلة جدا وتوصل 1%. عشان كده الرمال البيضاء المصرية بتعد الأجود في العالم. الكنز الطبيعي ده موجود في أكتر من مكان في سيناء والصحراء الغربية، لكن أفضل مكان وأكتر مكان غني بالرمال البيضاء سهلة الاستخراج هو وادي الدخل. الوادي ده موجود جنوب غرب الزعفرانة في الصحراء الشرقية. سبب تميزه إنه بيبلغ سمك الطبقة الرملية فيه 100 متر وكمان ما فيش غطاء صخري، ودي ميزة كبيرة جدا لأن ده بيقلل تكلفة الإنتاج وسهولة استخراج الرمال البيضاء. كمان موجود كميات كبيرة من الرمال البيضاء في وادي هنا وبسمك كبير جدا، بالإضافة لبعض الجبال بشمال سيناء ومنطقة أبو تنيمة وهضبة الجنة بجنوب سيناء واللي بتتوفر فيها كميات ضخمة من كنوز الرمال البيضاء. فخلينا أقول لحضراتكم احتياط مصر من الكنز ده بيوصل ل 20 مليار طن متوزع بين صحراء شمال وجنوب سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. تخيلوا حضراتكم لما يكون عندنا كنز بالحجم ده ولحد دلوقتي غير مستغل. الكارثة اللي بتحصل إن مصر بتصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بقيمة 40 دولار بس، في حين إن سعر الطن لبعض المنتجات اللي بتدخل في صناعة التكنولوجيا بتوصل ل 100,000 دولار. هتقول الصناعات دي في الوقت الحاضر بتستحوذ عليها دول زي أمريكا والصين وغرب أوروبا. فعلا الكلام ده مظبوط، لكن على الأقل نقدر نستفيد من الرمال البيضاء بشكل أكبر في صناعة الزجاج مثلا اللي بيوصل سعر الطن فيه ل 1,000 دولار. كمان نقدر نستخرج عنصر السيليكون من الرمال البيضاء عشان يدخل في صناعة الخلايا الشمسية بدل ما احنا بنستوردها، وقتها هيكون سعر الطن الواحد 10,000 دولار. الأهم من كل ده إن السيليكون بيدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية واللي بتدخل في صناعات كتيرة زي الكمبيوتر والموبايل ولوحات التحكم الإلكترونية، وقتها هيكون سعر الطن أكتر من 100,000 دولار زي ما قلنا في أول الفيديو. فلما نيجي نقارن ال 40 دولار سعر الرمال البيضاء خام و 100,000 دولار سعر منتجات السيليكون هنلاقي فرق كبير جدا
بيوصل ل 2500 ضعف السعر. الغريب في الموضوع واللي يخليك حزين ان اغلب الدول اللي بتستورد الخام من مصر بترجع تصدر لنا منتجات باضعاف السعر، زي تركيا مثلا اللي بتصدر لنا منتجات زجاجيه بسيطه وباسعار عاليه، زي الاطباق والكوبايات والمنتجات الزجاجيه واللي سعرها بيوصل ل 10 اضعاف السعر اللي اشتروا بيه المنتج خام. طيب ايه هو الحل عشان نقدر نستغل الثروه المهدره دي؟ اولا نوقف تصدير الرمال البيضاء شكلها الخام. الخطوه دي اخذناها بالفعل في عام 2016 بعد توصيات مجلس علماء مصر التابع لرئاسه الجمهوريه، وصدر وقتها قرار بوقف التصدير. لكن السؤال هنا، هل القرار اتنفذ بشكل كامل؟ للاسف لسه. فاول خطوه لازم نوقف اصدار تصدير الرمال البيضاء. ثاني خطوه لازم نبدا فيها هو اننا نعمل مجمعات ومصانع لمنتجات السيليكون والزجاج واللي موجوده بالفعل، لكن لازم نتوسع ونعمل مصانع جديده كبيره تناسب حجم الثروات المتاحه. المختصين حددوا قيمه الاستثمارات دي ب 2 مليار دولار، لكن زي ما قلنا الفائده اللي هتعود كبيره جدا، وهتضع مصر على خريطه انتاج الزجاج ومنتجات السيليكون عالميا، وهتكون مصدر دخل كبير هيزود الناتج المحلي وهيخلي مصر واحده من اغنى دول العالم في حاله استغلاله بالشكل الامثل. السؤال المهم، هل هنقدر نستغل الكنز ده؟ خليني اقول لحضراتكم انا شخصيا متفائل جدا ان الدوله الفتره اللي جايه هتشتغل على استغلال رمال السيليكا بشكل كبير، وده لاكثر من سبب. اولا مصر حاليا عندها القدره الماديه وكل الامكانات انها تعمل اي استثمار مهما كان حجمه او تكلفته، وشفنا الكلام ده في موضوع استغلال الكنوز الطبيعيه زي الثروه المحجريه من رخام وجرانيت وثروات الرمال السوداء واللي اتعمل ليها اكثر من مصنع في رشيد ودمياط والبرولوس وبورسعيد وغليون، عشان نقدر نستخلص ركاز المعادن اللي بيدخل في صناعات كتيره. نفس الكلام هنا في موضوع الرمال البيضاء، واللي بتعد كنز طبيعي ما يقلش أهمية عن الرمال السوداء وربما أهم، لأن رمال السيليكا زي ما قلنا بتعتمد عليها كل الصناعات الحديثة بدون استثناء، عشان كده الدولة انتبهت لضرورة استغلالها. إذن هل نقدر نستغل الرمال البيضاء بشكل أفضل ونعمل استثمارات كبيرة فيها؟ إجابة السؤال أكيد طبعا. نفذنا بالفعل مجمع مصانع في مدينة قفط بمحافظة قنا، بيتكون من 3 مصانع متخصصة في إنتاج الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي، وبنجهز مصنع رابع لإنتاج الخلايا الشمسية في مرحلة شرائح السيليكون عشان يكون عندنا تكامل في صناعة الخلايا الشمسية بكل مراحلها. وقتها هنقول مصر دولة رائدة في صناعة الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط. خلاصة الموضوع، رمال السيليكا البيضاء كنز كبير وعصب كل الصناعات الحديثة، عشان كده الرئيس اعتبرها امن قومي واصدر قرار بوقف تصديرها. اللي مطلوب من الحكومه انها ما تجددش عقود التصدير القديمه مع الشركات، ونوقف تصدير رمال السيليكا بشكل كامل، وبنفس الوقت نستثمر بشكل اكبر في الصناعات اللي بتقوم على رمال السيليكا واللي نقدر من خلالها نحقق نقله اقتصاديه كبيره. بعد ما اتفرجنا على الخمس فيديوهات الجميله دي، فعلا مصرنا الحبيبه اغلى من الذهب، مصر هتفضل عزيزه علينا باهلها وتاريخها ومواردها التي لا تنضب. وألوان الذهب اللي عرضناها دي جزء بسيط من المشروعات القومية العملاقة اللي اتكلمت عليها في فيديوهات تانية، وإن الجمهورية الجديدة الغرض منها إن هي تضمن لأولادنا وأحفادنا حياة رغدة ومستدامة. السلام عليكم. النهاردة السلام عليكم يا شباب. كده خلصنا الفيديوهين اللي عرضناهم، فكان لو كان في اي اسئله او كومنتس، وانتوا عندكم ان شاء الله كويس جود لك يوم الثلاث حسب اتفاقكم مع المعيد، مش كده يا احمد؟ ايوه تمام. طيب لو ما فيش اي كومنتس او اسئله، لان احنا كده مقربين قوي من وقت الفطار، فاضل حوالي 45 دقيقة. تمام. هل في حد عنده أي أسئلة أو كومنت؟ لو ما فيش يبقى good luck و see you إمتى بقى؟ الأسبوع الجاي هيبقى عيد. يعني كل سنة وكلنا طيبين، الإخوة الأقباط والإخوة المسلمين، الأعياد داخلة في بعضيها. إن شاء الله كلنا نستمتع بالعيد وننسى
المحاضرات والكويزات at least for one week، ونقابلكم بعد العيد إن شاء الله. أي comments أو أي أسئلة؟ If not, see you in two weeks time. سلام عليكم.